مساء الخير. تقول الحكمة الشعبية الجزائرية: كل وقت وقت. ومن بين الظواهر الاجتماعية لهذا الزمان في الجزائر شباب بتسريحات شعر غريبة، البعض يستهجنها والبعض الآخر لا يبالي بها أبدا، أما أصحابها فيتفاخرون بها كثيرا. ما سنقترحه عليكم في أول روبورتاج من القصة وما فيها في هذا العدد، روبورتاج حول تسريحات شعر الشباب الغريبة في الجزائر، نشاهده ثم نعود. بدراجته المتواضعة هذه ينتقل المغراوي صاحب 38 رابعا كل صباح لمحله بمدينة الأربعاء لمزاولة مهنة الحلاقة. محل المغراوي متواضع بمعداته لكنه رفيع بشعاراته. عند مغراوي الحلاق تستطيع تحليق شعر يزعج الكثير منا، لكن لا يحلقه لك الكثير من الحلاقين في الجزائر، لأن هذه كاينه في الشام، في الشام كاينه بزاف، وهي تخرجت من السجون الترك تركيا في الدولة العثمانية، كانوا يستعملوا الخيط هذا. قدم هذه التقنية الفريدة تلهب فيك الرغبة في تسليم وجهك لسطوة الخيط الذي يحمله المغراوي ببراعة بين أصابعه ليقضي على شعيرات الوجه. تقنية الحلاقة بالخيط تعلمها المغراوي بليبيا قبل سنوات الجمر التي تكاد تكوي هذا البلد الشقيق، أما اليوم فهي تصنع موهبة هذا الحلاق الشاب بين أبناء مدينة الأربعاء. في العشية السوداء هذه رحت ليبيا، في ليبيا لقيت هذه العصا تاع الخيط، هذه اللي تشوفوا فيها لقيتها في ليبيا. في ليبيا كنت كنش تخدم بالفتلة، يسموها الفتلة، ما يحفوش عندك، ما تعرفش هذه ما يعرفوش عندك، يعني سوفيت واحد الشهر ولا بصح تعلمتها، وكي تعلمتها ولو عندي زباين بكثرة، لا يعني تعلمتها في كما يقول لك. عندك تمارس فيها هذه؟ هذه دوكا ملي مارستها من 2003. ليس بعيدا عن المغراوي وبمجرد دخولك لمحل عم محمد صاحب 80 رابعا ترحل عنوة إلى زمل الأبيض والأسود الجميل. بين عم محمد والحلاقة قصة وفاء عميقة جدا. كان في عمر 53 واحد الحفلة في الله يرحمه الشيخ تاعي الشيخ وهاب الشريف، قال بابا قال يودي أعطيني طفل نعلمه لك، يخي ملي راه بطال ها بديت على ربي أتخبيتني نتعلم نتعلم لاكوافير معاه الله يرحمه ويسمح له. جوال 10 يعطيني اللبن، هو حفاف ويبيع اللبن، يعطيني اللبن يقول لي روح بيع اللبن في الديار، نروح نبيع اللبن في الديار ونولي نتعلم. هو هذا المعلم ثاني شرط قال له نعبو حفافه بصح يبيع لي اللبن في الديار. صوفيت على كل حال ها باش تتعلم هذاك الوقت يحملك، ولا كوافير هذاك الوقت نقولها لكم يعني بصراحه اللي ناسب حفاف هذاك الوقت شغل نسب المينيستر. برغم أدوات الحلاقة القديمة هاته، لأن خفة أصابع عم محمد تكاد تنافس أدوات الحلاقة المتطورة. نحافظ عليهم عجل، نحب الصناعة هذه كي نحبها بزاف، نحافظ على الماتريال اللي تعلمت به، أعطاني هذا الماتريال هذا دار لي دار دار أولاد دار لي المستقبل تاعي. بل حتى أسعار قصة الشعر لم تتغير كثيرا هنا. 25,000 معنا بالمعقول والحمد لله، فيها بركة والحمد لله. خفة دم الرجل وهندامه السوي إلى هذا العمر جعلت مكانته متميزة بين أبناء مدينة الأربعاء عامة وزبائنه خاصة.
كنا دراري صغار نجيو نحفوا عنده عمي محمد الله. احنا نحبوا هكذا وحنا محل تقليدي محل احنا نحبوا احنا نجيو نحفوا عند عمي محمد هنا توجور عند عمي محمد. انا من بكري جاري عمي محمد. من بكري واحد 50 سنه وش بيه؟ معروف الله يبارك. عمي محمد نيصال يجيبوك للدار يجيبوك لهنايا لعنده. وفي بعض الاحيان عندما تسكن الحرفه صاحبها قد يتمنى ما لقد نصدقه. ان شاء الله نموت فيها. ان شاء الله هاني نخدم حتى اقول الشيخ محمد دايما الله. نبغيها بزاف. واذا كان المغراوي وعمي محمد يبدوان غريبان اليوم في عالم الحلاقه لان العديد من الرجال في الجزائر تشبعوا بموضات حلاقه جديده تاثرا بما يشاهدونه في التلفزيون والسينما ووسائل التواصل الاجتماعي. تسريحات شعر اقل ما يقال عنها انها غريبه. خويا هاد لاكوب درتها عند واحد وليت حومتي السيكي بيان قلت له جبدوا بلي سير ايتو لا غالب هذه هي لا جينيراسيون تاعنا وراك تعرف لازم تروح للكوافير وتريقلي روحك باش تخرج راك عارف باش الناس يشوفوك حنا نقولوا هكذا نبينوا للناس كفا مين ذاك حتى زود سوايع يا اخو كي نديروا لاكيراتين كذا حتى زود سوايع يا كلش كلش نديروا كلش كو برودوي سبيغا برك غير منا اخويا غير الكوتي شايف لا لا انا خاطيني السامبل يا اخو انا نعيش مع لا جينيراسيون تاعي هذه طبعا. من كان يتصور أنه سيأتي على الجزائر المحافظة يوما يتردد فيه الشباب على محلات بيع أدوات التجميل كما تتردد نساء لاقتناء ماركات باهظة ثمن من غسول شعر وكريمات خاصة تعتني بالمظهر بعدما كان الاعتناء بالشعر حرفة نسائية. راهي خير أكثر من نساء بصح لما ما هادو لافاش اللي تريك كيما هذيك راتين هذه يستعملوها نورمال يستعملوها بزاف يستعملوها يشرو الشامبوان تاعها تاع 120 ميل نورمال خويا يشري رجال تاع 80000 تحير انت تحير كاين انسان نسا يجيو يقول لي تقول يعطيني كيراتي باش نديرها لوليدي صدقني بالله نسا ولا الرجال يستعملوها نورمال سوفون يجوا ليك هنا لا غالب كل يوم سنة. امين يلقبه اصحابه بميو اما عز الدين فويلي هي ألقاب تتماشى ونوعيات تسريحات شعرهما المواكبة للموضة. كان السباقين بين أطرابهما لترويج لفكرة استخدام مادة الكيراتين الشائعة بين النساء. انطلاقة الكيراتين للرجال كانت من هذا المحل بحسين داي. هي حفافة شرات كيراتين باسكو افون كانوا يديروا ديفريزاج. كنا نديرو دي فريزاج للناس كي شفت كيراتين قلت لها هادي اسكو هادي خير من دي فريزاج قالت لي خير من دي فريزاج قالت لي هكذا ابليكيوا وهكذا صافي شريناها وابليكيتها في صاحبي وابليكيها فيا وبدات من تما من تما بدات تمشي شغل بدينا نخدموا للناس كما نقولوا من الحومه كي شافونا حنا دوكا ديك شعرنا شباب وكذا واش كدير كذا منا دسينا للناس درنا للناس هي باش تبدا بحاجه لازم تسييها. ميو وويلي لم يتوقف عن إبداع كيراتين الرجال بل ها هما يروجان لتقنية لمن يعاني من تساقط الشعر. لا بودر هادي جاني كليون كليون كان عايش في باري جابها معه هكذا درت له كوبا كان عنده شوية فيد هنا وهنا كي كملت له كوبا قال لي يا أخو هاك هادي دير لي شوية هنا وهنا قال لي باش ما يبانش فارغ في الكوتي صافي درت له سقسيتو قلت له يا خويا وين شريتها هكذا قال لي جبتها معايا باري قلت له اسكو نقدر نصورها باش ندير كوموند عليها صورتها درت كوموند سيتها في كاين ديك ليون كانوا يجوا عندهم فيت سيتها فيهم ودرتها في الباجا. دوك كاين اللي عنده فيت ما يقدرش يطلع شعره لازم يدور شعره هكذا باش يخبه كي يدير له لابودر يولي يطلع شعره تسمى هذاك الفيت خباه بلابودر هذاك شغل ما يوليش عنده الفيت يقدر يدير كوبا اللي يحب تكاموفلي ماشي زعما حنغرس لك شعرك كيما في الترك بصح تكاموفلي لك اوليو انت الشعره تهبطها على جال الفيد هنايا تولي تطلعها. على بعد كيلومترات فقط من حسين داي وتحديدا بمقاطعه شراقة يوجد محل احد اشهر حلاقي الموضه ربح
حلاق يتقن آخر صيحات الحلاقة الرجالية بين الشباب الجزائري. أنا عندي دومان هذا قريب 19 سنة، بديتها من 99، كان في عمري هذاك الوقت 15 سنة، في عمري 15 عام فوالا بون خرجنا كما يقول لك من سيد هذاك الوقت. الوقت هذا ماشي كيف كيف، بكري كانت كان كومباساب، كان بزاف سام تحفيفه. ودوك وهاد دوك لا جينيراسيون تاع دوكا رانا في كما يقول لك 2018 صافي دير، تبدلت بزاف، بدلوا ليكو بزاف موديل، بزاف ولات بزاف موديل. لا تستهينوا، فلا دار ربح زبائن كثر. سنقف الآن خطوة بخطوة على أحد التصريحات التي قد تستغربونها. سيبالاسيون تاع بين شعر طويل وشعر قصير هو هي الزيغا. الزيغا مهمة بزاف في ليكو، بزاف مهمة، ما من وتبين لاكوب تاع لا كليون تاع فوالا. هذه هاي ليك زيغا، هاي الشعر تاعو تاع الديغرادي، الشعر تاعو هنا راهي قصيره هنا، هاي ليك باك هنا احنا نخدموا هنا بالمقص. هي واش خلاتنا باش نخدموا في الشعر القصير؟ سي زيغا، لا سيبالاسيون تاع الشعر بين الطويل والشعر القصير. موضة شباب اليوم لا تقتصر على قص الشعر، بل حتى ترطيب الشعر وتلميعه بمثل هذه المواد. باش نيفيتيو زيغا باسكو باللام باش ما تحرقوش. هنا كي كون دي باسكو كي دي كون دير زيغا باللام سي ما نقيسوهالوش. ابري نديروا له عفسه ديك راه هنا من الله في الجبهه ديالو باش ما تحمم. لو كان تقيس لابو دوك تحرقوا يتحمم، هو يحس بالحرق في راسه، كابابل غدوه غدوه تخرج له القشره. حنا ماناش حايبين الشيء هذاك ان شاء الله. كاين باسكو لا بريبا تاع الحفافين كيدير ما على بالوش، هاد باك يدير ليساج وخلاص راك شايف ليساج تما انت رجع لابو بزاف. سين حنا نقيسوا له راسل واش ماشي اون فورس شنو خدمها له غير تما باك. حنا دوك لا خلينا نفهموا واش الدونجي تاعها. هذه الدونجي تاعها باسكو يقدر يديرها شاك فوا يحفف. نو لا لا كيراتي ليساج هدايا يديروه شاك 3 موا. داكور 3 موا سي قانوني ليساج تاعو قانوني 3 موا. تما تشوف اللي فيه تاعو بدا شغل يبدا وينقصوا. هذا يش 3 موا في شهر بنادم 3 موا لو ماكسيموم سيتو لا بريود تاع الشتاء. الصيف نقول لك شل تشالونز باسكو باك البحر لا بيسين ايتو كدايا مام دير كيراتين تروح لك. انا انسان ما نكذبوش على روحتي هنا ولا نستهزئ بالكليون، نصالحو كليون خير صالحو. قال خويا دوك كيجي عندي هدايا قال لي فوالا نحب ندير كيراتين راني في زمان صيف يا خويا جي فري بانصحو. قال خويا انا سي ما ديرهاش في الصيف، سي ديرها في الشتاء خير سي ميو. كي ديرها في الشتاء علاش؟ في الشتاء ماكش راح تعوم باسكو البرد بيان سور فوالا. وليساج سي لو مام سي كيراتين وليساج سي كيف كيف. وشنو الكيراتين سي بويسونس على ليساج. هذه ناقصه شويه قلت لي يديرها شاك 3 موا على باش باسكو لي في تاعها يروح 3 موا يروح وي بليس ماشي ما ديرش دونجي عليه ولا ما ديرش دونجي عليه. ف ما ديرش دونجي عليه صافي دير في 3 موا. بصح كان يديرها شاك شهر زوج خطرات في شهر سي دونجي على لابو تاعو يحكموا قدر الله ما شاء فعل. هذاك حنا بيننا ماناش نحلحقوا ولا هذاك. انايا كحفاف نصح كليون تاعي ما زعما اليوم راني درت له صار على شهر يجي يقول لي رابح اني حاب ندير ليساج نقول له نو. لا لا باسكو فيها الدونجي تاع فوالا ماشي ما يشوفش دراهم تاع الكليون يقعد كليون نقول له نصحو باسكو الكليون ديالي قال لي فوالا هاد ليساج يتمدى يستعمل 3 موا للهي صافي دير خطره في 3 موا يعطيك صح باش ليفيتي لاماضي تاع لاكليون تاعي يكون اليس شعره ما يطيحش توجور بيان بي ابخي هو وحده يمرق. يقوم ايضا بعض الشباب في الجزائر باستعمال تقنية تنظيف البشرة للظهور بأبهى منظر. رابح يستعمل المنشفة لتحضير الوجه، كما أنه يولي اهتماما كبيرا بتخصيص كل منشفة لصاحبها حسب اللون. احنا دوك راح نجيبو سربيتا عم سربيتا هنا اللي بخوب شاك اليوم سربيتا تاعو باش بك اليوم ما يتوسوس ما يقول لك سربيتا موسخة ما والو باكي تحط على الفقر آخر إلي آلة هاي ليك اللي بخوب ما كل اليوم عنده سربيتا وي وباكي يكملوا بها كي يكمل بها سربيتا ترمى ديالك لهنا تروح تغسل ديالك ماشي نالافي سي تخي زامبورت سربيتا مهمة بزاف المشتري.
فوالا نعاودو نحلوها كيما درنا من قبيله ميم طرافاي كيف كيف فوالا هايليك ميم هو دوكا كيما حكيت لك من قبيله كيف كيف لو ميم طرافاي سي صح كيما الاول كيما الدوزيام سي قلت لي كاين لي يوتيليزي دي زاباري فيهم ريس فوالا والله دوك نجيك لهاد اللقطه قلت لك كان لي تيليزي لي زاباري تاع انيكتريك تاع تريسيتي اللي يعمل لها شوق يعمل لها الماء ويديرها له هنا في وجهه هي بون كل واحد كل واحد والنشوه تاعو كل واحد واش يحب يخدم ليه هو هذيك هي مليحه وماشي مليحه حاجة الاولى مليحه بيان سو تعاونك تفتح لك نار لي راسي تاع لا بودال فوالا يعطيك صحه فهمت واش حبيت نقصد وحاجة دوزيام لي زيو العينين الاخرانيين اللي تنقاسوا فيها دي ريسك على البنات فوالا ولا دو كوافر يخدم يتمنى الكليون تاعو ينصحو يقول له اسكو يغلق لي زيو تاعو ولا يدير له واحد كيما نخدموا بهم حنايا تاع العينين هذوك فوالا يعطيك الصحه باش يفيتي كاع العينين كاع ديك لا مالادي تاعهم باسكو هذيك سي دونجورو شويه فوالا هانا سيميو هكذا بور موا انا نخدم هكذايا متمنى نعرف روحي نخدم هكذا كما درنا الدنيا فوا دونك نجيو لهادي نحكموهم اللي كنا حاطينهم هنايا هادي وكيجيو لهنا هنا باش نيفيتيو الفم تاعو ونيفيتيو النيف ديالو واش نديرو نحكمو هنا نبداو غير بالعقل غير بالعقل باش الكليون ما توجعوش لا سيونس تاع نتواج دو فو فوالا دونك حنا نروحو لو غوماج هاو لو غوماج هذا حنايا نحطوه يمشي القماش تاعنا يمشي ما يقعدش في بلاصه وحده هالا فوالا هاي ليك يمشي يمشي هكذا فوالا حنا هذاك سي قماش خلاص سي بون هاي ليك هاي لا ديفيرونس تاع القماش حنا دوكا راح نديرو الماسك موضة شباب اليوم لا تقتصر على قص الشعر وتنظيف البشرة بل حتى على صبغ اللحية راهو دار 5 دقائق زيادة فوالا 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 دوك نبداو نحاولو ها او تنحى وحدو ها ليك او تنحى الاس كيما راكم تشوفوا بعينيكم ها ها ليك ها فوالا سي صح هادو الماتريال اللي كنا نخدمو بهم من الصباح اللي بدينا بهم هكذا مع الكريون تاعنا هذاك اللي شتو اللي ستيكينا هاد الماتريال هدايا شاك كليون نكملو يروح ستيليزاتور ستيليزاتور واش حاب يقول ستيليزاتور ينقي الماتريال اللي تخدم به انت سما صافي دير تخدم به انايا باش مام كليون يكون الاس كي يشوف ستيليزاتور ويشوف الماتريال تاعو بداية يشوف المستنقية الرازوار تاعو لي بروب هدايا يديزانفيكتي لي ميكروب هادو هما نعاودو نغلقو ستيليزاتور تاعنا تتطلب في أيامنا هذه تسريحة الشعر وتمليسه بالإضافة لتنظيف الوجه شجاعة رجولية كبيرة إذ يضطر صاحبها إلى قضاء قرابة 3 ساعات كاملة في اليوم عند الحلاق توقيت كافي لتغيير شكل الزبون بون هي مع الوقت كل واحد كما يقول لك كل واحد وقته يا خو تعب كريبتو دوكا ماشي كيف كيفك معايا دوك جينيراسيون تعب جينيراسيون تاع دوكا ماشي كيف كيف راه نشوفو بارس كل عام تدخل تشكوبه جديده كل عام حنا كما قلت في جيريا عندنا مونطاليتي تبعوا الاوروب راك معايا واحد ما يكذبش هذا صراحه يا خو يتبعوا الاوروب يشوفوا شغل حاجه جديده هكذا تا طوماتيكمون كنت واحد الحفاف طوري له تصويره هكذا قال سيدي كوبا هذه هكذا تا كي ديرها تعجبك وتكمل فيها يا. اما السعر الذي دفعه الزبون فحدث ولا حرج خويا بصحتك لا راه يسلمك نفسي يا خويا مرحبا بك يا خويا كما يقول لك ان شاء الله تكون عجبتك لاكوب فوالا سامي دينار كلش فوالا يعطيك الصحه ميرسي بيان لموضة قصات الشعر الجديدة بالعاصمة عنوان كبير هنا بسطوالي يعتبر محل فوغا
معقل تسريحات شعر الرجال من شباب الجزائر الجدد. هنا في هذا الصالون كل أنواع التسريحات وآخر صيحاتها. مرحبا بكم في صالون الحلاقة فوغا بستوالي. الساعة تشير إلى منتصف الليل، ولكن المحل يعج بالشباب المهوسين بموضة تسريحات الشعر المختلفة. حتى الساعات المتأخرة من الليل، ميدو صاحب الصالون لا يتوانى في تقديم الخدمات لزبائنه. بديتها في لابرونتيساج تاعي، جوج لابرونتيساج تاعي عادي، وشنو انا اكثر محبيتها تعلمت بالخف. عندي بلوس كو 16 تسمى انايا ما من القرايه دير ديريكت ستاج كواف. دوك يقدر يدير حاجه لي توالموك، فاهم؟ انا ما نقدرش نقول له ما ديرش، فهمتني؟ قال خويا العز حفف ليها، نبدا نحفلو. كاين ويني يفيلميلي كوافير يكون يخدم هكذايا صديفو على الاوروب قدام هنايا، يوريلي يقول لي ميدو حفف لي كيما هكا، وانا ما عليا انا لازم نخدم له الكليون. يتوفر صالون حلاقة هذا على احدث الوسائل لتنظيف الوجه. كي دير له لافابور اوتوماتيكمون لابو تاعو تتفتح، يكون فاسيل باش يتنحى البونوار. احنا نبروتيجيو هي نورمالمون نديرو الخيار، دير كوطون ديسك في بلاستو، باسكو علاش ما شويه باش تروح تجيبو منا هذا. ما كان كليون كي يكون يديرو في الكليون يديرو الماسك. كما يقوم الشباب هنا عند فوغا باستعمال الشمع او ما يعرف في اوساط الشباب بلاصير لنزع الشعر من الوجه. لاسير كاين حنا نخدموا بها هنا جوج لي سورسيل، نخدموا هنايا جهه تحت لي زي هنايا في الخدود، فوالا يدخل لي زوغايتو. صالون فوغا باجهزته الراقيه وتسريحاته الحديثه اصبح قبلة حتى للاجانب. الجزائر تركتي قال لي مستميس. في الجزائر يوجد هذا الحلاق فوغا، إنه نظيف وواسع، أدعو كل الجزائريين إلى زيارته. رقم واحد فوغا. صالون فوغا نحبه كثيرا، صالون فوغا جميل جدا ولهذا سنعود إليه كلما أردنا الحلاقة. صالون فوغا جيد جدا. انا نشخان درك انا يا اخو حتى لهنا، انا على جال خاوتي يا خويا تهلاو فيا والدعوه نقيه وصافي بليزي. انا الناس تحفف ومن بعد دوش، انا ندوش ومن بعد نحف، باسكو هنا يا اخو ما يخلي لك والو، تما تروح بروب تخرج نقي. غلاء أسعار مواد وكريمات التجميل لم يمنع بعض الشباب العاجز من ركوب موجة قصات الموضة، فالمنافسة شديدة ولو بتقنيات أقل تقدما. مثل العقدة غير المكلفة والتي اعتاد حاليم بمحله المتواضع ببزرعة توفيرها لزبائنه حسب الطلب. تقدر تفهم ابيبري كيفاش بون تاتا بكري ديرها ولا جديده هذه هنا في الجزائر ولا كيفاش خو؟ جديده ما عندهاش بزاف، عندها واحد العامين عام ونص هكذاك ملي خرجت. اوكي، وانت كيفاش سولون لا دومون تاع الناس راك تخدم بها ولا؟ انا ما كنتش نخدمها، انا وليت نخدمها. لا دومون تاع الناس، العقده طحت وكازي وجبتها لي نخدمها. فوالا كاين لا دومون عليها بزاف اللي شام. كاين لا دومون بزاف ديرها بزاف. اوكي، وكيفاش الابليكاسيون تاعها؟ ماشي اي واحد يقدر يابليكي هذه خو؟ الابليكاسيون تاع الدار يقدر يابليكيها ولا فيها لي ريسك؟ فيها شويه لي ريسك، باسكو لازم تكون تشوف انت باش ما توشيش لابو. فوالا، وشنو اللي ريسك تاع لابو زعما توشي لابو؟ واش حيكون تحرقها ولا كيفاش؟ تحرقها تجرحها ومن بعد كابابكش ما يصرالوكش عفسه هكذا. حالي انت تحفيفه شحال عندك؟ انا تحفيفه سامبل
تحفيفه سامبل 30 ميل داكور. وكي دير العقده وكذا شحال عقده عندها بري وحده شحال العقده هذه شحال خدمه 30 ميل 40 ميل تما تحفف 30 ميل وتزيد له العقده ب 40 30 هكذا ل 40 30 وحدها ابليكاسي وحدها ماشي مع تحفيفه مع تحفيفه كلش تما 70000 هكذا هكذا كان. العقدة تحضر بمواد طبيعية حسب الحلاقين وتختلف في مكوناتها من منطقة لأخرى بالجزائر. كان هضرة يقولك مخدومة بالبيض مخدومة بزيت زيتون فيها بزاف ما تقدرش تعرف باش مخدومة. والله سمعنا بلي كاين شاكريجيون يخدموها في الشرق في الغرب في يخدموها بارتو ما كل واحد كيفاش يخدمها وكل واحد كيفاش تنخدم كل واحد كيفاش يبريباريها. الصحراء سمعنا بلي يديروها بالتمر بقلبة النور كل واحد كيفاش يهضر. تطبيق العقدة لا يتطلب الكثير من الوقت كما أن نتائجه واضحة. الكيراتين، ليصاج وحتى العقدة هم مواد لجأ لها شباب لاكتساب شعر جذاب لأنها غالبا ما تكون النتائج عكسية حسب الدكتورة صادمي عمراني مختصة في طب التجميل. dans un salon de coiffure واش كاين كامل on peut faire le séchoir on peut faire un défrisage on peut faire de la kératine on peut faire de la teinture donc c'est on dit soin du cheveu mais بصح لازم الواحد يعرف واش هو فو با اوبليي هاد لي برودوي كون رامن سور نوتر كور ولو كان هكذا فوق لابو كلش يدخل كاريمون يقتلوا الشعر. اضرار هذه المواد لا تقتصر فقط على الشعر بل قد تتسبب في مشاكل صحيه خطيره او اي اون بليس دو سا في ميزك تو لي برودوي هادو كيميك اللي رانا نهضروا عليهم سا سا اونترين لي كانسير à long terme, entraîne une infertilité. Ça entraîne énormément de... Ça perturbe, chauffe tout produit étranger à notre corps qui ne convient pas, qu'on ne digère pas, qu'on n'assimile pas, c'est un danger, c'est un corps étranger. Donc automatiquement, il y a toujours des réactions chimiques. Il perturbe nos hormones, il perturbe notre fonctionnement. لم تعد المرأة تحتكر في الجزائر المثل القائل بأن جمالها في شعرها بل أصبح الرجال أيضا يزاحمونها في هذا الجمال فلكل جيل زمنه ونحن في زمان جيل الشعر الباهظ. غريبة عودة مجددة إليكم أعزائنا المشاهدين لمناقشة هذا الروبورتاج الفريد من نوعه. أسعد بلقاء رابح أحد أشهر الحلاقين الذين يصنعون هذه الحلاقات أو التسريحات الغريبة. أهلا بك رابح. أهلا بك رابح. كيفاش يخليك ضميرك يعني تطلق شاب جزائري بشعره هكذا بالتسريحات الغريبة اللي كنا نشاهده فيها في هذا الروبورتاج؟ هي تسريحات الشعر الغريبة. أنا واحد من الزبائن جاني زبائن نورمال يعني هو يطلبها ايه هو اللي بيان سور هو كما يقول لك هو حرفي نفسه كما يقولوا نعم. باستفاعه عامه يجي نورمال محل هكذايا مليح يريح عادي يحلق نورمال قال لي دير التحليقه انا نعمل له تحليقه على حسب واش حايب هو نعم يعني مطلوبه بزاف. هل كاين اقبال كبير على هذه التسريحات الغريبه جديده يعني صراحه جيل الثمانينات والتسعينات اعتقد يعني ما عدا جيل السبعينات اللي كان يطول شعره يعني التسريحات هذيك القويه اصلا يعني بالشعر طويل امر شبه عادي لكن هذه التسريحات الغريبه في 10 سنوات الاخيره غريبه يعني بشكل لافت للانتباه. هل كاين عليها اقبال كبير جدا يعني بصفه عامه يعني واش يعني واش قلت لي هذا يعني قلت على يعني بكري سبعين كما يقولوا وعلى 10 سنين الاخيره نعم هذو 10 سنين الاخيره شغل الشباب تاع دوكا يعني 2000 تقدر تقول يعني 90 يعني 10 سنين الاواخر نعم
تبدل بزاف يعني. كان احنا دوك نهضروا بصفه عامه تقول كما يقولوا احنا المجتمع تاعنا تاع دوكا كما يقولوا لي جان لا جينيراسيون عايشين فيها احنا يجي يقول لي يقول لك عمل لي تحليقه هذه يا يجيب لك يعني يخلقها لك يعني رابح يشوفها في التلفزيون ولا يشوفها في دون دي ريفو ولا نو جوستمون اللي جاي معك هذه يشوفها في يعني دي ريفو يعني دي عنده اليوتيوب يدخل يشوف اليوتيوب يشوف يعني شغل يعني يبحثوا عليهم باش يجي يطلب منك انك نعمل له تحليقه وانت باش يعني تحفف له هذا التحفيف يا صح التعبير وانت ما كنتش حففتها من قبل يعطي لك يعني صوره في الهاتف كاش مجله في الهاتف ويقول لك ولا في الهاتف ويقول لك دير لي هذا التحليقه او التحليقه يعني هل سهل عليك انك تديرها وانت عمرك ما حلقتها يعني ما حففتهاش من مقبل هي يعني بكل صراحه الانسان يعني يكون صريح نعم. التحليقه هذه تعلم تقول لي انت يعني من الهاتف يجيبها لك تصورها له باش تعملها له هي صح كما يقولوا من جهه يعني في العمل تاعها نعم. الخدمه اللي يخدمها التقنيات تاعها يعطيك صحه والله يعطيك صحه نعم. صعبة باسكو تشد الوقت بزاف يعني تشد اليد ووعرة باش تعملها يعني تغامر باش تديرها له وفي حالة ما إذا ما خرجتهاش مليح يعني ما يزعفش الزبون هي ماهيش ناحية نغامر ولا من ناحية يزعف الزبون أنا نعمل له تحليقة وحيت لي زعما نقولوا كما الهاتف النقال الهاتف نعم نشوف ونحفلو يعني نحفلو ونشوف في نفس الوقت تشوفها وتعاود ترجع لها في كل يعطيك صحة في كل دقيقة ولا زوج تعاود ترجع لها ولا يديرها لي ديراكتومون يعني يحط لي الهاتف فوق نعم. يعني كما نقولوا احنا هل ربح هل شحال يجيك من زبون في اليوم يجيب لك تحفيفة جديدة عمرك ما حففتها والله العظيم ندب عليك بكل بالحساب كما نقولوا كل يوم تحفيفات جدد يوميا عمرك ما حففتهم من مقبل من عمري يعني شوف عندنا ما نقول لكش يعني عندنا واحد 10 سنين اواخر كما قلت لي هاد 10 سنين اواخر شغل لامو تاعنا بولات بزاف يعني مطوره بزاف يعني يعني بصفه عامه انا نحفف ب 15000 ربح تحفيف ربما صح يعني حكيم وافر حكيم نحفف اخويا نحيوه بالمناسبه على كل حال دينار ولا 15000 قول لي برك شحال عموما احنا شفنا بعض الاسعار في الريبورتاج نعم. لكن شحال اغلى تحفيفه وارخص تحفيفه يعني دوك نفهمك اغلى تحفيفه يعني موديل حاب يقول موديل يعني باش خليني نقبل كلمة مودر والله مودر تسمع حاب يقول بلي تحليقة يعني شغل فيها دير يعني تحلق له منيح تعمل له تبيض له مليح وديكرادي وتعمل له كما يقولوا احنا سيشوار دير له لي كلام هذه 100 دينار ماشي 100 دينار 1000 دينار تقصد 100000 قصدي 100000 هذه رخيصة هذه الرخيصة تقول لك والغالية كاع شحال لا لا تسمى الغاليه حاب يقول الغاليه 100000 ونورمال يعني عادي تحفيفه زعما كما يقولوا احنا تتعامل شغل ديكرادي عندك حتى ل 50 70000 وبصح انا شفنا في الروبورتاج انه كاين بعض التسريحات نعم. تسريحات شعر نعم. توصل حتى ل 4000 5000 دينار هذيك يعني في البرو يعمل يعني لك برودوي يعني ستاب برودوي ليساج يعني تاع الشعر تسريحه الشعر يا اخي يقول يعني كما تقول التسريحات زائد المواد اللي تستعمل في يعطيك صح هذه المواد اللي تحكي عليها انت نعم يعني ربح خلينا نعم. نروحوا نشوفوا الامباكت يعني التاثير نعم. اجتماعيا بزاف الناس بزاف الكبار يعني والدينا نعم. يشوفوا هذا نعم. الشباب يقول لك هذه تصريحات غريبه على ثقافتنا صح. على عاداتنا على تقاليدنا بزاف انت نعم انت راك داير وحده شويه يعني انا صعب انا صعب تبان شويه دوك نقول المخرج المخرج يركز على تحفيفتك يعني تحفيفتك شحال تسوى تحفيفة تاعي كيما راهي هكذا 50000 50000 صح واش رايك في الناس الكبار تاع المجتمع نعم. الجزائري كبار يعني ولا يعني الناس في الجيل القديم الجيل يعني القديم اجدادنا حاب يقوم 80ات 70ات نعم يشوفوا التحفيفات هذه ويقولوا بلي هذا جيل جديد ما على بالناش كيفاش راهو يدير هكذا وعلاش نقولوا بكل صراحه بلغه الشارع نقولوا علاش راك داير في روحك هكذا علاش راك داير في راسك هكذا واش رايك عنده ارم على حق ولا لا والله شوف هي من ناحيه يعني من ناحيه واش راك تحكي انت نعم من ثقافه المجتمع كما نقول احنا جينيراسيون تاعنا هي واعره شويه صح يا كل بصراحه يعني كما نقول لك شوف وليدك
يروح عند الحفاف زعما يقول له يدير لي كوبا هادي ولا دير لي هذيك الزيكا ولا عمل لي وقدام ليها ولا يدير هذيك الطوراس ولا كي يدخل الدار باباه يشوف شغل جيه بيزار بزاف شغل يقول لك واش التحليقه هادي شغل يبان له كما نقولوا حنايا واحد شغل مافيا كما نقولوا حنايا شغل مافيا صح رابح قول لي برك ما معناتها الزيقه هذه يا اخي كل حاجه عندها نعم عندها خصيصيتها صح الزيقه هذيك اللي يديروها هنا هذيك هكا ماشي عندها شوف هي الزيقه ما دوك من يعني نهضروا بكل صراحه يعني شغل الانسان يكون صريح يعني عموما هذه العلامات هي في الخارج هي علامه لانتماء لمجموعه معينه مجموعه معينه نعم بصح مي حنا لا حنا دوك حنا يعني نهضروا على المجتمع في الجزائر, في الجزائر المجتمع الجزائري حنا الزيقه يديروها زعما يقول لك زعما تحلق لي تحليقه هذه زعما في شعر طويل زعما في شعر طويل صح ودير زيقه ويقول لك دير لي زيقه سيباراسيون شو سيباري يعني صافي دير ديغادي هذه تاع لا بارتي هذه تقعد وحدها وهذه كيمكن زعما يدير رجال ولا يعمل تقعد تبقى تبان وفي معنى اخر وفي معنى اخر شغل يقول لك شوبوها شغل خصك يقول لك بلي هذه شوبوها يعني تري هذا شوبها زعما هكذاك يعني معليش صح وهذيك الضربه اللي يديروها هنا في الحجم هذيك والله العظيم غير ما نكذبش عليك بيكون صراحه انا دي فوا يجيني هكا زبون نتعامل معاه يقول لي دير لي هذه زيقه انا ندير له غلب باسكو انا خدام يعني هي حرام من يعني صراحه واش معناتها والله ما عندها حتى معنى والله ما عندها معنى يعني صراحه نصالحك يعني انا واش يعني انا حاولت على الاقل في الخارج لما يديروهم هي رموز عندها معنى عندها معنى في الجزائر تقليد بلا معنى ما عندهاش معنى يعني بصراحه هذه تاع هنايا ما عندها حتى معنى يعني انسان يكون صريح في اخي انا الحلاق بصراحه والله العادي ما عندها حتى معنى انت الزبائن توعك صحفيين خلينا نقولوها صحفيين لاعبين تاع كرة قدم شكون هما الأكثر إقبالا على هذا النوع من التسريحات يعني مثال يعني في تحليقات ولا في المشطة ولا الرياضيين أكثر إقبالا على هذه التسريحات ولا شكون ما هي الفئات من جيبنا يعني من جيبنا واش راك تحكي أنت من جانب واش راني نحكي الرياضيين بزاف الرياضيين أنا نسمى واش نعرف أنا شغل شغل يقصدوني بزاف الرياضيين ربح الحديث شيق معك جدا حول هذا الموضوع غريب شكرا جزيلا شكرا لتلبية دعوة بارك الله فيك وفيك بارك يعطيك الصحة الله يسلمك شكرا من تسريحات شعر غريبة إلى مهن خطرة حيث نجا مواطنون من عين البنيان الأسبوع الماضي من حادث خطير حيث كادت رافعة بناء شاهقة أن تسقط على رؤوسهم لا يزال أيضا يتذكر العالم التي نجا منها سكان حي المنظر الجميل بعين البنيان قبل أيام قليلة فقد كانت فيها الرياح شبه عاتية بالعاصمة حولنا الولوج للورشة لكن المؤسسة المكلفة بالبناء لم تسمح بذلك كان ريح بزاف توجت النص مالت طاح وزدت لقلي هذيك طاحت شوية أقدار غلقوا منا من رمبو حتى الفوق وكان طاحت تحبط الباطيمة هذيك تجي طاح الباطيمة تجي تديها قلقوها لهنايا كانوا لي جندرم لهنايا
وطاحت لاغري هذيك ما عاودوا رجعوها. كون طاحت لاغري لهنا على كاش طوموبيلات ولا على كاش سكالم تاع الصح ديال ديك. تصريحات تدفعنا حتما لتسليط الضوء على هذه الآلة التي نبصرها يوميا عبر طرقاتنا في الجزائر دون أن نكترث لها. فهل تساءلتم يوما عن دورها في ورشات البناء وعن كيفية عملها ومن هو الشجاع الذي يجلس في قمرة القيادة للتحكم فيها وهو معلق بين السماء والأرض؟ هي أسئلة سنحاول الإجابة عليها في هذا الروبورتاج. محفوظ بابتسامته العريضة ينتقل يوميا مترجنا إلى ورشة البناء هذه ببومرداس لمزاولة مهنته والتي تجمع بين الخطر والشجاعة. أول خطوة يقوم بها محفوظ هي أخذ التعليمات من رئيس المشروع. واش عندنا اليوم مشركي؟ عندنا كولاجا وبس ومن ثم ارتداء البدلة الخاصة، فالمكان جد خطير والمهنة أخطر. قول لي خويا. خويا انا نشوفو بلي ما مرانا معاك راك تخدم. بياسر ملي تجي الصباح وانتهى. ملي نجي الصباح هذا احكي لنا على يومياتك خويا محفوظ. هنا يومياتي هذه هي نجي الصباح على 8 في الوقت، نجي الصباح ندخل شو ما شاف دو بروجي تاعي واش يعطيني خدمه منا. ملي عندنا هذا نقول مثلا هذاك يسحق الرمال، هذاك يسحق سيما، هذاك يسحق الماء، هذاك يسحق بلاط، ومن بعد نروح نشد مانيطا تاعي نخزر نشوف لاكري لا سكراي مليحه، نسمع الموتور الى راه يدور مليح، ريسيتي تاعي الى راه مليحه. محفوظ تعلم هذه المهنه بالخبره. وشحال عندك وانت هنايا؟ شحال عندك تاع الدومين هذا؟ 10 سنين. 10 سنين في لاكري. وين تكونت؟ وين كونت في الشركه هذه؟ هاد الشركة الشركة هذه هي دير دي فورماسيون هي كلش داكور. شحال كان ديبلوم تاعكم؟ شحال كاين التكوين تاعكم؟ نعم شحال التكوين تاعكم؟ شهر، شهرين، ثلاثة، أربعة؟ بون أنا تعلمت هكا ميدانية تعلمت هكذا، راسي خفيف نرفد كي نخزر في حاجة نرفدها، تعلمت هكذا بالعقل تعلم. رغم أنه لم يتلقى تكوينا في ميدان البناء إلا أنه يدرك تفاصيل الرافعة. شحال عودو تاعها هذه؟ هذه 26 متر. 26 متر والله فلاش 50 متر. 50 متر شحال تمشي الماكس؟ 50 تلحقوا حتى ل 50 متر؟ 50 على حساب البلوك وين راه حابس. واش اللي ريسك تاعها اللي تقدر تشوفه انت تما فيها ريسك؟ لاشار خدامي كما حاجه تكون راح ترفدها، لازم ما تخليش الخدام تحت الحاجه هذه، تقول له وخر بعده وترفد. ريسك لاكري فيها ريسك كونجي كبير تاعها الريح. الصعود لزمرة القيادة يكون حسب الضرورة. هكذا كما راك تشوف تخدم، كما هنايا تخدم نهار تكون شتاء ولا عفسة، كي تكون الحالة صحية تخدم لتحت. حاجة وين ريسك تخدم لتحت تشوف مليح. ونحن بصدد مغادرة ورشة البناء نلتقي صدفة برئيس فيدرالية المقاولين بممرداس. مهمته دورية مراقبة للوقوف على مدى التزام المقاولين بالاحتياطات الأمنية. المقاولين ما دي لا سيكوريتي نتاعو، ما هي لا سيكوريتي؟ مثلا كيما ناقشوا الله يبارك كل شيء راه لا كلوتور ديال كل شيء، كاين بعض لي كري اللي ما يقدرش ما كاش وين يديرهم، ولكن المقاولة ديالهم لا سيكوريتي تاعهم. ديالهم حاجة تاعهم كل لا سيكوريتي باش المواطن نهار يبدا يخدم راه ديال زوج عمال اللي حيدوا هذوك سوا لي فيكيل ولا مثلا مواطنين جايزين يعني حيدوهم من طرف لاغري هذه. ليس بعيدا عن ورشة العمل هذه ينتقل يوميا حمزة بشاحنته المزودة برافعة، ولكنها من نوع آخر فهي مخصصة للإنارة العمومية. راك تعرف في نوطوبيس ديال الكتريسيتي اوتومومون تنجم تخرج، عندها لي بروجي تاعها اللي تخدمهم، عندنا بون لي زانسوندي اون كاو لي زانسوندي، ميم كي نسمعوا كاش زعما نقولوا باغ اكزومبل اون اوتوبيس ايطاتيك مختصه في الدومين هذا تحتاج معاونه، وحدنا نخرجوا نروحوا نعاونوهم. صحيح أن رافعة شاحنة إصلاح الإنارة العمومية ليست بنفس علو رافعة البناء، لأن خطرها يكمن في الكهرباء، بالإضافة إلى أنها تهدد سلامة كل من يسير بمحاذاتها، فإشارة الأشغال للتنبيه هي أهم شروط تنقل هذه الرافعة السيارة. كاين ستاسيونو
يهبط العامل اللي راه معايا يحط الخوت على سيكوريتي لي بيوم على بلاك داكور. بون عندنا الفو دو تراس، عندنا الفو دو تراس اوبليجين ديالها في الكاميون. مقبل كي نهبط عندي الكاميون في لا سيكوريتي. معليش نشوفوا برك هذا فيما يخص السيارات فوالا باش السيارات باش تعملوا معاه مواطنين اللي يجوا شعارات المواطن يشوفوا باسكو راهم يشوفوا وتوجور كيلحق لعندي انا نحبس فوالا نحبس اونسي جامي كش ما طيح حاجه من يدي فوقهم. التحكم في هذه الرافعه يكون اما من زمره القياده او من الاسفل حسب الضروره. تاعي عندي دو بوين، عندي دو كوموند، عندي بروميير كوموند لا في لا بواط والدوزيام كوموند لا هي هنايا. انت كي تكون تخدم انا نخدم بالفوقانيه، هذه علاش داروها اون سي جامي كاش ما صرا لي الفوق كي يكون في دوزين اوتور اللي طلعت لي وراني حاب نوصل اون سا كاش ما صرا لي امالز ولا ضربت تريسيتي ولا لا قدر الله. هذه العامل اللي معايا يحبطها بهذه لاماسيل بهذا اللي مانت ثلاثة اليوم هنايا يخدموا مام كوموند كيما هذه. كيف لمحفوظ وحمزة أن يتعلم هذه المهنة الخطيرة بالخبرة وليس بالتكوين؟ هل لذلك علاقة بانعدام مدارس التكوين في هذا المجال؟ يبدو أن هذا الطرح خاطئ، إذ يدلنا بحثنا على مدرسة متخصصة في تعليم قيادة آلات البناء والأشغال العمومية، مؤسسة الوفاق للتكوين والتأهيل في مهن البناء ببومرداس. يتلقى المتربصون تكوينا خاصا بالمؤسسة. هذه المدرسة يعني لا يتكري ان 2015 حتى لحد الآن كوننا طلبة أو دي ستاجير اللي عندهم سواء نيفو ولا سون نيفو سي باري وما كانش يعني كما نقولوا لاج ليميت اسمها اللي جا من نامبورت كال اج يسرا ريكروتي. يخضع طلب المتربصين في كوين تطبيقي ونظري وحصص مكثفة بكل صدق وحرفية. كما احنا اليوم عندنا درس في آلة الرفع الشوكية كما تسمى بآلة الرفع الشوكية، تستعمل هذه الآلة لتحويل وشحن وتفريغ البضائع. تستقبل المدرسة يوميا طلبة من الجزائر وحتى من خارج الجزائر. تروفي سير سيت سير فيسبوك بون جي كومونيكي افيك لو ميسيي كي اوفري لو سيت بون il était bien quand même. J'ai déjà travaillé sur le chargeur. Bon, c'était tellement bien. Il est professeur bien, mashallah. Tout va très très bien, alhamdoulillah. J'ai le mot de ça. J'ai le mot de ça. J'ai le mot de ça. Facebook. Ou je suis détenu, mais je ne sais pas l'amour. Andy Mouyoul Fia. Andy Mouyoul Fia. Ou habis une chose. Je suis allé à Majel Amel Akhr. تتعلم الصيانة تاع الآلة، الاحتياط الأمنية، وقاية نفسك والأشخاص الذين يعملون معك. نزيد تعلمت كيف السياق والعمل في هذا المجال. على رأس الأولويات القصوى لمؤسسة الوفاق الاحتياطات الأمنية. طبعا هذا هو الأساس بيان سور لو اش اس او نسموها المادة هذيك اش اس او سي تري امبورطون. Déjà, il faut se baser sur le HSE. C'est très important. Non, du côté هذا, il n'y a pas de problème. بعدما يتلقى المتربصون دروسا نظرية، يتوجهون فورا للميدان لتعلم فنيات التعامل مع هذه الآلات الثقيلة، حيث تتوفر المؤسسة على تجهيزات متطورة قادرة على منح تكوين في مستوى المقاولاتية التي تتطلب موارد بشرية هائلة في الجزائر. كما نلاحظ هنا بعض الآليات، على نذكر على سبيل المثال آلة الشحن والحفر الخلفي، آلة الشحن، آلة التسوية، وآلة الشوكية، كذلك آلة الرافعة. نلاحظ بعض كما نرى بعض الحوادث اللي يقوم بها السائق، هذا راجع لسبب واحد وهو عدم التكوين للأخطار الآلة ومما تحدثه من أضرار. ماذا بينا احنا ثاني نعلموه حاجه هي اخطار الخاصه بالاله، اخطار القياده،
هي الاخطار هذه معظمها راح تكون فيها حوادث، راح تكون حوادث كبيره حتى تسمح حتى توصل حتى للموت. الاخطار هذه منها العمل في المنحدرات، ولا العمل في الاعالي، ولا العمل في المنحدرات الاراضي الغير مستويه، ممكن تكون فيها بار اكزومبل كيما الرافعه البرجيه، العمل اثناء الرياح. قياده هذه الالات ليس الامر الوحيد الذي يتعلمه المتربصون، بل حتى صيانتها ومراقبتها. فلتر، هذا الفلتر اير، مصفات الهواء تشتي من نحوه. هذه مصفات الاساسيه اسمها المصفات الاساسيه، وعندنا واحده اخرى لداخل اسمها مصفات الامان. المصفات الاساسيه هذه الغاردي الغبره ولا هو كامل ما تخليش يفوت الموتور. المصفات الاساسيه هذه اللي تخلي ما تخليش كل شيء يفوت الموتور، هذه تغاردي على المصفات الامان. حنا توجور هذه اللي عندنا تتبدل بزاف، وقتاش نقدروا نبدلوها؟ نقدروا نبدلوها نهار اللي تبدل الكولر تاعها، ولا نقولوا راه تاعها راشي ولا مقطع، تسمى هذه نبدلوها. ثاني اذا كان لقينا هذه مغبره نعرفوا باللي هذه لازم تتبدل، معناتها هذه ولا تتفوت تراب للداخل. بعد جهد ذهني وبدني يقضيه المتربصون في مؤسسة الوفاق، توفر هذه الأخيرة إقامة مجانية للمتربصين تسمح لهم بالاسترجاع والاسترخاء. المطار الجديد بالعاصمة تولي له الحكومة أهمية كبيرة بعدما أصبحت الجزائر قبلة استثمارية، ومن المرتقب أن يستقبل أولى دفعات المسافرين أواخر السنة الجارية، فالأشغال هنا على قدم وساق. والأكيد أنه لا يمكن أن تتم أشغال المطار الجديد في ظرف قياسي لولا هذه الرافعات. بمانيير جينيرال الرول تاع لي غري سي بيرميتر لا مانيتونسيون اي ديبلاسمون دي شارج اون جينيرالمون دي شارج تقال بزاف لي شارج لو لي ما يقدروش نرفدوهم افيك دوتر موايان. كونت اون دي دوتر موايان سي دوتر موايان بلو ليجي ولا دو مانيير مانيوال، يسمى الانسان ما يقدرش يرفدهم، يساعدوا بزاف. الاشغال التي امامنا هي مشروع انجاز نفق، فبعد ان شاهدنا دور الرافعات في العمارات هي تساهم بشكل كبير في انجاز الانفاق. دونك اون اي ان تران دو رياليزي لو سوسول، دونك باش تهبط دي شارج كبار بار فوا مانيوال سي فريمون امبوسيبل، ورايح تاخذ منا وقت عظيم. لذلك لهنا عندنا هذا النوع من الرافعات اللي هي اون غرو اتو، اللي سهلت لنا الماموريه بزاف ومكنتنا باش نافونسي بطريقه جيده وحسنه. هنا وبالمطار صادفنا رافعة من نوع آخر، هي رافعة متحركة يتقن قيادتها محمد، والذي تلقى تكوينا على الآلات الثقيلة للبناء سمح له بالتحكم الجيد في هذه الكتلة الحديدية الضخمة. يا أخي أنا فورماسيون درت في 2006 فورماسيون تاع لي زونجان، ومن بعد بدلت من تم بديت نبدل في زونجان، وبفضل تاع ربي سبحانه واحد ولا كاليفي في لي زونجان كاع. تتوفر قاعة القيادة هذه على عدة أزرار تسمح بتوجيه الرافع إلى الواجهة المرغوب فيها. لاكي موبيل، عندك لي مانيت، عندك دو مانيت داكور، وكل مانيتا ولا فونكسيون تاعها هذه تخرج لي تيليسكوبيك داكور، وعندك لا روتاسيون تخدم لا روتاسيون تيليسكوبيك، وهذه تخدم الكابل، وهذه فيها ثاني دو فونكسيون تفونكسيوني الكابل، هكذا تهبط الكابل، هكذا تطلع الكابل، هكذا تهبط لا فلاش، هكذا تطلع لا فلاش. بريمير بي غوش، عندك الفران دو روتاسيون، عندك بي لوسطاني، عندك لو فران دو مارش دو لا غري، تقدر خاش لاغي نطبقها من الفوق نافونسي كي يكون لو تيراسمون بلا، لو طابلو تشوف به ليميت طوناج، تعطيك شحال تقدر تهتف الطوناج، تعطيك تنديكي لك شحال كراف الطوناج، تنديكي لك تنديكي لك لا فلاش شحال موقفها. الحيطة والحذر للحفاظ على سلامة العمال هو شعار محمد في هذه المهنة. الإنسان لازم يسعف على خاوته، وأنا نخدمه ونستحفظه على خاوتنا أكثر من يستحفظه على روحنا.
مهام الرافعات لا يقتصر فقط على البنايات وحفر الأنفاق وحتى إصلاح الإنارة العمومية، فميناء الجزائر لا يخلو منها. هنا مهمة الرافعات تكمن في نقل الحاويات. الرافعة التي أمامنا هي رافعة خاصة ومثبتة على سطح الباخرة، كما تتميز بقدرة تحمل عالية. هشام قائد الرصيف اعتاد على التعامل مع مثل هذه الرافعات. هي لا كاباسيتي تاعها الفاري سا ديبون لو موديل اي لو نافير اي لا دات دو كونستركسيون تاع تاع لو نافير هذاك سي اونتر 30 40 طن كاين اللي لحقوا حتى 150 طن لي كولي لو هكذا سويتش اب لو بروغرام هما كيما راك تشوف سي ان اليمون لو كان ما كاش لي غرو ما نقدروش نخدموا بهم. رغم اهميتها وقدرتها على حمل كل هذه الاطنان الا انها لا تستطيع العمل في كل الحالات. كما راكم تشوفوا فيها سي غرو نافير سي ان المون كي سي ليميت علاش كيكون ان موفي طون يكون ان بتيرو ساكل حنا نحبسوا هذاك الوقت لي نافير كيكون عندهم الحظ يدخلوا في ديكي ايكيبي افيك دي غرو موبيل ولا دي غرو دو تير يخدموا خير من لا غرو تاع لو نافير. كما ان سائقها يجب ان يتوفر على مؤهلات عده. La condition physique, la semi qu'on échauffe mieux avant toute chose. Hadi, c'est vraiment indispensable. Ou bien il se met mieux, tanik. Agda. Ou il est en bonne condition, mais qu'on ait un malade qui peut être sera ou là, il dort ou là. C'est qui fait parce qu'il est soumis à des éléments. Le babar ou il chdem. Alors il roule à gauche à droite. Donc la semi qu'on vraiment wai, mushara wider. التعامل معها يتوجب أيضا فريقا كاملا. Bon. عندك ان كوندكتور دو غري عندك ان هوم دو شان هوم دو شان جينيرالمون يريح فوق البابو سي لوي كي لو رولي هكذا عندك دو دوكا في البابو بور اكروشي الكونتينر افيك لو سبريدر ولا دي زيلانغ وعندك دو دوكا في الكي بور ديكروشي لي كونتينر تو سا اون ايكيب سوبرفيزي بار ان شيف ديكيب ومن بعد بليزيور شيف ديكيب سوبرفيزي بار ان كونترمتر. On a un chef de quai allait superviser les navires dans un périmètre défini. بعد نقل هذه الحاويات من الباخرة يأتي دور رافعة أخرى تختلف عن باقي الرافعات التي وقفنا عليها. تركيز قائد هذه الرافعة منعه من الحديث معنا، فالوقت هنا من ذهب. لينوب عنه أحمد قائد الحظيرة. هذه شوكية هي توزن كذا 80 طن يعني الوزن تاع الإجمالي كآلة والكاباسيتي أو الحمولة تاعها اللي تقدر تحملها من 45 طن وفما تحت كحد أقصى 45 طن. داكور شفنا باللي لورول تاعها ترفد لي كونتينر نعم هذا النوع هذه ترفد لي كونتينر ما ترفدش حاجة ترفد الحاويات هي رافعة متنقلة رافعة متنقلة. بعد الوقوف على دور الرافعات ومختلف أنواعها من ولايتي بومرداس والجزائر العاصمة، سننتقل هذه المرة إلى تيزي وزو، إلى حظيرة الرافعات التي يسيرها عمر. عمر من أشهر مركبي الرافعات في الجزائر. بدينا في الدومين هذا دبي 1985. بون سيتي مون بير على كل حال الوقت هذاك. إي سي دو بير أون فيس. الميتي جابهم فرصة واخدم بزاف في فرنسا. كي دخل اون الجيري اون 1979 دونك يلا كري لا سوسيتي هادي اون 1985 سي لا بروميير سوسيتي بريفي كي الوقت هذاك كي اكزرس لو مونتاج دو غري تيالمون سي سكي مونك اون الجيري اون با سا ما كاش ان ايتابليسمون لي يدير تكوين تاع لو مونتاج دو غري سي سكي مونك جوستمون. Il y a beaucoup de types, il y a Potin, il y a Liber, il y a Comensa, il y a Saiz, beaucoup de choses. Tout le monde et leur rôle. Tout le monde et leur rôle, mais grosso modo c'est le même type. Même type, kif kif, voilà, même tâche, le montage, l'accord. Il diffère bien sûr la nouvelle technologie, donc à l'abri que je mets à Bikiri. Par exemple, qui m'a dit, elle dit qu'il y a 61 mètres de hauteur, sans être ancré. Je ne sais pas le bâtiment. هذه تقدر توصل حتى ل 110 متر بلا ما تحكم الباتيمون سي تا موديل دو سايز سي اسبانيول تقدر تزيد ميت نربط هنا في الجزائر راهي 135. كما ان القياده عن بعد كثيرا ما تكون نهايتها وخيمه
كاينين بزاف اللي نيجليجيو يخدم بالتيليكوموند هو يمشي للور، كي يمشي للور حتى يطيح في لاكاج ديسكالي. هذه صرات بزاف، هذه صرات بزاف، ينسى روحه، ينسى روحه باسكو يخزر للفوق هو يولي للور. بزاف اللي صرات هكذا. كما قام عمر بتركيب اكبر رافعات مختلف انحاء الوطن، تقريبا مونت في لاني وحتى 150 هكذا 120 150 في وهران. ف في لاطور تاع لاطور ولا واش وي لاطور كونترول وهران، كاين لاطور كونترول تاع الجزائر الجي، وكاين لاطور كونترول ثاني تاع قسنطينه. تقوم حاضرة عمر بإصلاح هذه الآلات الضخمة أيضا. في لا ريباراسيون دو غري. فوالا كيفاش تنقلوا وكيفاش نتنقلوا؟ بون نتنقلوا لاندي مويا دي فورغو اتيلي. يقول يتصلوا بكم؟ وي فوالا يتصلوا بينا بار تيليفون ولا باتون لي ايميل. ما نتصلوا في ان بروغرام ميم ديروا ريباراسيون في شونطي ثاني كي يكون بروبليم في شونطي. اكزاكتومون. كما يخضع التركيب والتفكيك لأدوات خاصة ودقيقة. بون نوري لك لي مويان تاع التزيارة كيفاش نزيرو، فوالا كيفاش نزيرو لي بولون ماشي باليد، واحد زيرو 5 كيلو، واحد 2 كيلو، واحد 3 كيلو، دونك اون مويان بور سا. فوالا سي لا ديناموميتريك هادي، هادي لاباري هادي ديناموميتريك. فوالا شوفوها شوية برك. بيان سور. هذه هي التزيار عندها ريغلاج، بيان سور عندها ريغلاج الكترونيك تزيار الكيلوغرام فوليو. دونك البولون هذا لازم يتزيار 6 10 8 كيلو، فهمت كيف؟ دير الحساب تاعك باش كاع لي بولون تاع لاغري تزيرو كيف كيف، كلش كالكول، كلش كالكولي، كلش كالكولي. هادشي خاطر كي تكون صحيح كي تكون في الارض تقدر تزيرو 20 كيلو. فوالا كي تروح للسما شحال تزير البولون تاعك كي يكون باليد؟ وي يزرها تزيرها 2 كيلو، 2 كيلو مي هذه تزير كيف ما كان تحت كيف ما كان الفوق، كيف ما كان الفوق، فهمت كيفاه؟ فوالا فوالا سي تري امبورطون، سي تري انديسبونسابل في لاكري، فهمت كيفاه؟ خليها كما كذا معليش معليش. وعندنا ثاني الميزان، توت كرو كي تكمل لاكري ديالك لازم دير لها طراج. طراج سافو دير لو طراج سافو دير تي راجل توت لي سيكوريتي لي فان دو كورس اي لو بوا. لازم بود فلاش شحال ترفد ولا تهز اون طون ترقل لها اون طون ديالها. 2500 كيلو باغ اكزومبل ترقل لها 2500 تاعها. مي كوش 2500 سي 2500 2500 بون كاين فوالا لا لا الحساب تاعك. مي هذا يعطيك الريال فوالا جوستومون اكزاكتومون. هادو بون هادو سي تا موان دو لوفاج اوسي نستخدمهم كي لي زيلانغ سي دي زيستروب سي دي زيلانغ اون فيبر. هادو كي ترفد حاجه باغ اكزومبل بغيت دير لا هوتور وترفد حاجه هذيك باش ما تزلقلكش لازم تيتيليزي هادو، ما تيتيليزيش السنسله فوا يتيليزي هادو. السنسله سي ديكونسي وي فوا يتيليزي فوالا لازم تيتيليزي هادو. وتختلف فتره تركيب وتفكيك الرافعات حسب نوعها. لا بيريود تو ديبون دو موديل دو لاغري، كاين اللي نحكموا فيها يومين، كاين اللي نحكموا سمانه، كاين اللي نحكموا نهار. مينيمون نهار ماكس سمانه سي سا. فوالا سا ديبوند دو لاكري انا نخدمو كاين كبار كاين صغار. هذا المونتاج وديمونتاج ميم برانسيب. كيف 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 كيف. بون ديمونتاج ابروكسيماتيفمون ان بو موان باسكو في المونتاج لازم تريكلي كلش تخدم كلش. في الديمونتاج تو في با لا فاس دو ريغلاج تو في ريان دي تو دون. لا يختلف راي عمر عن البقيه، فعدو الرافع الاول هو الريح حتى في فتره التركيب والتفكيك. لاستالاسيون شويه كيكون الريح تانيليوها ديروها. وي كي ديباسي 50 الور 55 الور في المونتاج تحبس. دوفي هكا تفهم ولا نو باسكو سي ار سينتان ار سينتان هوتور ما تقدرش تحكم روحك، ديجا ما تقدرش تحكم روحك مع صاحبك ما تقدرش تهضر. دونك لي كونديسيون اي سون بينيبل دونك تي با تي فو اريتي المونتاج. تجربة صعود الرافعة هو الامر الوحيد الذي لم نقم به في هذا الروبورتاج لحد الان، فطابع المغامرة لهذه الخطوة منع كل من تعاملنا معهم من المجازفة، لكننا حظينا بفرصة لن نتركها تمر في حاضرة عمر. طلبنا عند عمر حظي بالقبول لغياب الرياح هذا اليوم، قبول مشروط بارتداء البدلة الخاصة والاستماع للاحتياطات الأمنية. خطوة بخطوة بدأنا نرتفع في السماء، كل خطوة تقوم بها وأنت تصعد في هذه الرافعة يتصاعد معها
الأدرينالين في الجسم، فالخطأ هنا نتائجه وخيمة. نحن هنا على ارتفاع 25 متر، التحرك هنا يجب أن يكون مدروساً. الهادي هو الآخر يعمل في هذه الحظيرة، ومهمته نقل السلع بالرافعة. تقدر تسوق عامل تحت، تقدر تسوق عامل فوق. فوالا إذا اقتضت الضرورة تطلع من الفوق. تطلع من الفوق. كاين لاكابين، كاين كلش. فوالا جوستومون، هادو حبينا نعرفو حنا عباكم فين نشوفوهم، فين نشوفوهم من التحت. هذا سيمان بري، هذا وشنو هذا؟ بيطون سيمان وشنو هذا؟ هذو يسموهم لي كونتربوا. كونتربوا فوالا. فهمت كيف؟ هادو مخدومين بالحديد السيم. لو رول تاعهم؟ هذا الرول تاعهم كي ترفد البوا. دونك انت كي دير المونتاج. داكور. كي تمونتي لا كونتر فلاش ابي تجي لك لا فلاش هذيك دير بهم ليكيليبر كي تطلع على فلاش تاع القدام كلش كالكولي هنا كلش كالكول انا تقدر تقول شحال كاين بوا هنايا شحال انا كل واحد عنده دو طون دو طون لواحد اصافوار كل فلاش كيفاش كل ديستونس تاع فوالا كل لا كولي كيفاه باسكو هذو يمشوا بالطوناج برغم قضاء ايام في ورشه البناء الا اننا لم ندرك المعنى الحقيقي لهذه المهنه إلا بعد تسلق الرافعة التي شعرنا فيها بنبضات القلب وأدركنا مدى شجاعة سائقها في مهنة إتقانها يفضي للتشييد والبناء والتهاون فيها يسبب الخراب والدمار. عودة مجددة إليكم أعزائنا المشاهدين لمناقشة هذا الموضوع حول هذه الرافعات. أسعد بلقاء منجز هذا الروبورتاج الزميل فؤاد الخيلة. مرحبا بك. مرحبا بك أستاذ فؤاد. مش راكم. كيف تبدو الجزائر وأنت فوق رافعة بناء؟ هو اللي يحب يشوف طبيعة ولا أروع، ولكن هناك خطر أكيد باش تطلع الفوق وكاين دي ريسك. فؤاد، شاهدنا في الروبورتاج أنك صعدت الرافعات، يعني سؤال أول سؤال يتبادر إلى ذهني أنا شخصيا، يعني لما تهب الرياح كيف يكون صدى الريح وأنت داخل الرافعة؟ يعني بحديثنا على الرافعة تاع البناء، أول عدو للرافعة هو الريح. نعم. في حالة ما كان الريح قوي وكانت رياح قوية يمنع منعا باتا صعود للرافعة، وكاين حتى وين يخلوا الرافعة كما يقولوا احنا بامور، ما يديروهاش ما تكونش باش الريح يدورها. عملية الدوران هذيك عملية الدوران تسمح للرافعة باش تتحرك في اتجاه الريح. عملية الدوران ذاتية. ذاتية، نعم، هي يكون في منطقتها اسمها رافعة ثابتة، الدوران يكون العمود تاعها لفوق اللي يرفد الاوزان. نعم. يدور مع الريح باش يتفادى انه يتعوج ولا يطيح. واذا كان الشخص بداخل يعني ماذا لو كان الشخص بداخل كيكون الريح بداخل قمره القياده ان صح التعبير كيكون والريح تهب، يعني ما المانع؟ كيكون الريح كبير. نعم. القائد ولا اللي يتحكم في الرافعه ما يصعدوش. باسكو الصعيد الرافعه يقدروا يتحكموا فيها من تحت. قلنا سبق وقلنا بلي العدو الاول تاع الرافعه هو الريح، كيكون الريح ما يتعاملوش كاع مع الرافعه. نعم. باسكو في خطر حتى على السلع تاع البناء اللي يرفدوها. نعم. كيف يتم تحديد وزن تلك يعني الحجر الذي يكدس وراء الرافعه في السماء؟ كيف يتم؟ هي عمليه فيزيائيه. نعم. هذاك الحجر هذاك المهمه الاولى تاعه هي توازن، اقصى حد هي طنين 20 طن. 20 طن حسب الرافعه، حسب نوع الرافعه. الا انه الرافعه فيها حاجه واحده، لكل ما كانت المسافه تاع البعد تاعها تاع هذاك العمود اللي نشوفوه كل ما كان بعيد كل ما كان خطر على رافعه وكل ما زادت صعوبه في حمل الاوزان الثقيله. هل يعني قائد او الذي يقود سائق الرافعه هل ينبغي ان لا يكون يعاني من اي مرض، ربما تصلب الشرايين او الضغط الدموي او القلب او السكري؟ هو الخطر الوحيد في الرافعه اكيد لازم يكون في كامل قواه العقليه، اولا لازم ما عندوش الضغط الدموي كما نقولوا احنا لافوبي، لازم كيشوف من الفوق ما عندوش مشكل. وثاني اذا سبق وشفنا في الروبورتاج كما شفت كاين احتياطات امنيه يديروها، كاين بدله خاصه. نعم. ترفد تلبسها باش تتنقل في الرافعه من الفوق، ودوران يقدر الانسان كي يكون عادي وبصحه وبعافيه يجيه دوران. نعم. تما كما يقولوا اي وقت عرضه لهذا الشيء، يعني الدوخه هذا. يعني الدوخه دوران، نقصد الدوخه. هل حدث هذا؟ هل روى لك ربما
مسؤولون لورشات هو البناء. هو بصفه عامه بصفه عامه احنا وشفنا في التحقيق تاعنا وشفنا في الورشات البناء اللي تنقلنا لهم انه اغلب البنائين يجتنبوا صعود الفوق والعمل في هذا الشيء هذا. الخطر يكمن في التحكم بالتيليكوموند كما يقولوا هما. الا انه في بعض الاحيان البنائين بجهاز تحكم من الارض كاين لاسلكي وكاين كذا انه يكونوا يتحكموا يسهاو يطيحوا يدخلوا في يطيحوا من لي زيسكالي هذو الحاجات اللي يصراو بزاف. هذا اهم مشكل. تفضل. اما الدوار ولا كما نقولوا احنا الدوخه كما نقولوا بالعاميه هما يتفادوا باش يصعدوا غالبا يتفادوا كما الرحله انا نشوفوه اليوم هنا في الحصه تاعنا انا ما يطلعوش فيها عامه. نعم عموما كم يستغرق وقت لتشييد او بناء رافعه؟ نعم على حسب نوع الرافعه اقصى تقدير 3 ايام يومين حتى اليوم كي تكون رافعه صغيره كي تكون رافعه يوم يكفي للتركيب وللتفكيك. انت فؤاد الخيلة زرت عدد كبير حسب الروبورتاج لورشات بناء، هل معايير ومقاييس السلامة متوفرة في نظرك؟ هو الإشكال الكبير أنه كل ورشة بناء ندخلوا لها كاين احتياطات أمنية كاين لافتات من بينهم وضع كما يقولوا الخودة وضع باللي العامل مهما كانت صفته ما ينزعش الخودة من رأسه إلا أنه هناك بعض العمال يتهاونوا بعض العمال ما يديروش أهمية لهذه الأمور. هذا عن الشخص الذي يقود أو سائق قمرة قيادة الرافعة، لكن ماذا عن السلامة على الأرض؟ يعني هل هناك تثبيت حقيقي وقوي للرافعة في على الأرض؟ كيف يكون محيط الرافعة؟ هل هناك يعني مساحة أو مسافة ينبغي أن يحتاط العمال ألا يعني يطالوها بالقرب وهم يعني يعملون ليل نهار؟ هو الشيء اللي لاحظناه والشيء اللي شفناه أنه لي بلاصي والرافعات هادو عامة يديروا احتياطاتهم. كاين رافعات اللي يقوموا بعملية بناء بيطون كما يقولوا بالعامية على حسب نوع الرافعة. كما اللي شفناها في المطار داروا عملية بناء وكاين اللي وضعوا أوزان معينة ويضعوك على شكل مسطحات. إذا تؤكد على الأقل في الورشات التي زرتها أن هناك معايير ومقاييس إلى نسبة معينة. ما نقولكش باللي الورشات اللي زرنا تما كاين مقاييس تاع أمن تامة ولكن كاين احتياطات أمنية. نعم مدة التكوين محددة بالنسبة للجميع الذين يقودون هذه الرافعات أم هناك مراحل تكوين معينة؟ هما مدارس التكوين هذه تخضع لكل كما نقولوا احنا بالعاميه تاعنا كل واحد وفهمته كل واحد. غالبا احنا شفنا بلي الناس اللي يتعاملوا مع ليغري ولا اللي يتعاملوا مع الالات الكبيره هذه يكونوا عندهم تجربه في شونطي بطريقه عشوائيه ومن بعد يلتحقوا بالمدارس للحصول على الوثائق للحصول على الدبلوم ويكونوا بروا موا حتى سي موا يتعلموا وتعلم صح يكون ميدانيا. فيما شفنا ناس واحد اخرين ما التحقوش بالمدارس ما تلقاوش تكوين وتعلموا في الميدان هذا خطير ولا لا؟ اكيد يقعد خطر. نعم مثلا ما هي اهم الاخطاء التي يرتكبها سائق رافعه؟ سبق قلنا بلي الخطر الاول يرتكبه القائد على الرافعه هذه انه يتنقل هذا من الارض من قمره القياده من قمره القياده في حاله ما لم يرى ما الناس اللي تحته باسكو هو يتعامل بالات او يرفع في الات راهو يرفع في حاف او يرفع في كميات حديد في سلاح هي 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 الهدف الاول في من الرافعه هي نقل هي رفع السلع الثقيله واليد العامله تكون قليله وربح الوقت كي تكون رافعه يكون الشونطي يمشي بطريقه سعيدة. ولكن في حاله ما سها وما خزرش الناس اللي يكونوا تحته ولا ما حطش باله يشكل خطر كبير على خطر كبير. شكرا جزيلا. العفو. شكرا يعطيك صحة على هذا الروبورتاج المميز كثيرا. العفو شكرا. شكرا فؤاد. أعزائنا المشاهدين أما الآن نقترح عليكم أو نعرض عليكم أهم التفاعلات حول موضوع الحلقة الماضية. كان هناك روبورتاج حول المسيحيين مقابر المسيحيين في الجزائر وكان روبورتاج آخر بطاقة تقنية فنية جميلة حول سيدي بالعباس. أترككم تكتشفون هذه التعليقات التي كانت كثيرة جدا ثم نعود إليكم. Thank you.
إلى هنا أعزائنا المشاهدين ينتهي عدد اليوم من القصة وما فيها، لكن للبقاء في تواصل معنا ولمقترحاتكم وانشغالاتكم ها هو عنوان صفحتنا على الفيسبوك يظهر، وعنوان آخر على صفحة يوتيوب للجزائرية ون. إلى يوم الاثنين القادم وفي نفس التوقيت، سلام.